قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدو يعلمه الله بس قال ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يا إله إلا الله يا أخوان يا لها من آية قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا طلع اللي في قلبك أو ما طلع لذلك عندما تتعامل مع الله انتبه أن تتعامل معه وأنت تظن أنك تخدعه لا لا لأن الله عز وجل يعلم ما في خاطرك والعباد عندما يأتون يوم القيامة يقفون عند بين يدي الله الملائكة تسجل الأعمال الظاهرة ما تدري عن النوايا فما الذي يحدث يخذل الأقوام كانت الملائكة تظن أنهم من أصلح الناس عشان كذا منهم أول من يدخلون النار يا إخوان أول من تسعر بهم جهنم قال قارئ القرآن سبحان الله قارئ القرآن النبي عليه الصلاه والسلام يقول لقارئ القرآن المخلص انه يقال له اقرأ ورقة يعني ارقى في الجنه ورتل كما كنت ترتل فان منزلك عند اخر آيه تقرأها هذا متى؟ اذا صدق مع الله لكن اذا كان ما صدق من اللي يدري ايش اللي في قلب هذا القارئ؟ الا الله عز وجل يؤتى به يوم القيامه فيذهب الى به جهنم لماذا؟ يسأله الله لماذا قرأت القرآن؟ يقول يا ربي قرأت وتعلمت وعلمت فيقول الله كذبت إنما قرأت ليقال قارئ عشان يمدحونك الناس يقولون هذا الصوت الجميل نيتك مشروكة ثم بعد ذلك يحبط يقول وقد قيل مدحوك الناس خل الناس تنفعك يا الله يا أخي أنا أغنى الشركاء يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري إيش تركته وشركه انتبه منه الثاني قال المجاهد في سبيل الله اللي ذهب يقاتل وقتل لكنه يذهب به إلى جهنم الملائكة مسجلا أن هذا مجاهد وأن هذا قاتل ومع ذلك يذهب به إلى النار فلما يبدأ الحوار بين الله وبين هذا العبد يسأله الله فيما قاتلت قال قاتلت في سبيلك قال كذبت إنما قاتلت ليقال شجاع عشان يمدحونك الناس وقد مدحوك يلا رح خل الناس تنفعك بينما لو كان صادقا الشهيد من أعظم المنازل عند الله يوم القيامة والخصال التي يعطاها كثيرة عندما يكون إيش صادق إذن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء الثالث من هو؟ قال الذي ينفق ماله الصدق المتصدق يؤتى به فيرمى في النار عندما يكون المتصدق صادق ومخلص لله ما الذي يحدث له؟ يقبل الله تعالى صدقته بيمينه فينميها حتى يظله في ظلها يوم لا ظل إلا ظل الله هذا متى؟ عندما يصدق لكن إذا النية مشروكة وفيها ما فيها يسأله الله فيما تصدقت ايش تصدقت فيقول يا رب تصدقت وأنفقت لأن الناس فيقال له يقول له الله كذبت إنما تصدقت ليقال كريم أو المحسن الكبير أو الرجل الذي ليس له مثيل في صدقته، إذن يا إخوة، الإخلاص أمر خطير، ومن لطف الله أنه يعلم سبحانه وتعالى خفايا الأمور، خفايا الأمور. أيضاً يا إخوة، مثل ما أنه الإنسان يكون عليه أيضاً له، فالعكس الشخص المظلوم مثلاً. قد يقف اثنين في المحكمة أمام القاضي قاضي الدنيا طبعا فعندما يقفون أمام قاضي الدنيا قاضي الدنيا يحكم بالظاهر هذا جاب شهود زور جاب سكوك مزورة جاب كذب خدع أخذ حقه بالمكر والحيلة خلاص هو انتصر الآن صحيح إذا جاء يوم القيامة تنصب محكمة جنودها ملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يرضون وشهودها يوم تشهد عليهم ايش؟ السنتهم ايديهم ارجلهم بل حتى الجلود تشهد والارض تشهد والملك يشهد كل هؤلاء شهود ينطقهم الله قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء والقاضي هو الله جل جلاله ما في لا ظلم ولا رشوه ولا خداع ولا كذب ولذلك حتى هذا الإنسان الذي أخذ حقه لا يخاف الله لطيف يحفظ حقه يوم القيامة ولا يضيعه فإلى كل مظلوم لا تخف لا تخف الله موجود الله مطلع ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فيا من ظلم لا تخف ربك موجود بل تأملوا معي هذه الآيات يا إخوة يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، متى هذا؟ هذا يوم القيامه، يسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. والله يا اخوان تخيلوا المشهد. الجبال نسفت، الارض بدلت، الخلائق حشرت وجيء بالناس يتبعون الداعي من هناك من يناديهم تعالوا من هنا تعالوا من هنا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا لا ملك إلا ملك الله عز وجل اللطيف الذي يعلم خفايا الأمور وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون يومئذ لا تنفع الشفاعة لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعني اللي ما يسمح له الله ما راح يتكلم يا الله ما أضعف الإنسان يضعف في ذاك الموقف لكن وش يقول الله بعدها؟ قال عن نفسه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما اللي يجي ذاك اليوم وقد ظلم ظلم زوجه ظلم عامل ظلم خادمة في المنزل ظلم إنسان في تعامله أخذ حق ضعيف ظلم يتيم ينتبه لنفسه لازم لا ننتبه لنفسه لأن ذلك اليوم يوم يتصرف فيه الله بعباده فيأخذ حق الشاة الجماء التي لم يكن لها قرون في الدنيا تنطح التي قرن... نطحتها في الدنيا لماذا؟ لكي كل انسان وكل بهيمه وكل مخلوق ياخذ حقه كاملا. اذا هذا هو المعنى الاول من معاني اللطيف اي الذي يعلم خفايا الامور فلذلك انت ماذا تستفيد من هذا المعنى الاول؟ انك تنتبه في تعاملك مع الله فتكون صادق. لا تظن ان ما تخفيه يخفى على الله. فالله عز وجل عليم بكل شيء، الا يعلم من خلق؟ وهو ايش؟ وهو اللطيف الخبير قال واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فاسال الله ان يعاملنا بلطفه ورحمته هذا المعنى الاول المعنى الثاني هو تدبير امور الخلائق بلطف بهدوء بدون ما يشعروا حين انت الان كانسان قلبك هذا اللي يتحرك أكثر من ثمانين نبضة في الدقيقة هل أنت اللي تتصرف فيه؟ ما تتصرف من قاعد يدبر لك هذا القلب؟ الله لكي تعيش مرتاح هذا الهواء الذي تتنفسه من يأتي به؟ إلا الله هذا هذا اللطف هذا تدبير الله عز وجل عينك هذه اللي تشوف فيها وأذنك ولسانك وجوارحك كليتك هذه اللي قاعدة تغسل دمك كل يوم هذا كله من لطف الله يدبر الله عز وجل حياتك ومع اللطف خبرة والتدبير هذا عجيب في حياتنا يعني. ولذلك سأعطيكم بعض الأمثلة لكي تروا عظمة الله في تدبير الأمة الله عز وجل عندما يريد أن يوصلك إلى أمر ما ويتولى هو أمرك يريك العجب مثال موسى عليه الصلاه والسلام شوفوا هذا مثال يا اخواني جميل موسى عليه الصلاه والسلام ولد في سنه كان فرعون يقتل فيها الابناء صحيح لماذا؟ لانه راى رؤيا ان فيه غلام من بني اسرائيل سوف يقتله وياخذ ملكه فبدا يقتل الاولاد سنه ويتركهم سنه في السنه اللي كان يقتل فيها الاطفال ولد موسى مصيبه صح ولا لا؟ لانه من يسكت البزر؟ والحرس يدورون مجرد ما يسمعون في طفل ياتون يفتشون ان كان هو ولد قتلوه وان كان هو بنت خلوه فلما ولدت خافت على ابنها فيوحي يوحي ربنا عز وجل اليها انك لا تخافين على ابنك ان رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين لا تخافين ابنك هذا لن يموت الآن أصبح عندها ثقة بالله عز إيش اللي حصل الآن نجي للتدبير نجي للتدبير في شيء ظاهر أمام الأم أنه قدامها ولدها يبكي أين التدبير هناك في بيت فرعون يزوج ربنا فرعون على امرأة فيحبها حبا شديدا الله يجعل هذه المرأة عقيم لا تنجب الأولاد فتتمنى الولد شفت التدبير من هناك بعيد التدبير ما هو ما هو امام عينك ثم بعد ذلك يوحي الله لهذه الام انك ضعي ابنك في التابوت ورضعيه واذا خفت عليها القيه في اليم فتبدا ترضع ولدها ثم تحطه في سرير صغير كذا وتربطه بحبل فلما الله عز وجل هناك جهز الام وجهز المراه هناك وخلاص كل شيء جاهز اطلق الله الحبل فتبدأ هي تنظر إلى ابنها وهو يمشي في هذا التابوت يسوقه الماء إلى وين؟ إلى قصر الذي يقتل الأطفال في بيوت أمهاتهم إن كادت لتبدي به أصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها بالله تخيل يعني هي خايفة على ولدها عندها صحيح؟ الآن ابنها يذهب إلى بيت الطاغية فلما يأتي الطفل هناك يجده الحرس اول شيء القيت عليك محبه مني من يتصرف في قلوب الناس هذا تدبير الله هذا اللطف فمجرد ما ان يرونه يحبونه ثم يحرم عليه المراضع فيبحثون عن من يرضعه فلا يقبل اي ثدي الا ثدي امه فتاتي الام إلى بيت فرعون الطاغية وترضع ابنها تحت حراسة فرعون وتأخذ أجرة على ذلك أيضا من الذي انتصر الله جل جلاله ولذلك نشأ في قصره وهو قاعد يذبح الأولاد هناك في بيوتهم وهو ما يدري إن الذي سيقتله هو بين يديه جالس ربي هذا هو اللطف تدبير الله عز وجل مثال ثاني يوسف عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أراد أن يكون يوسف عزيز لمصر يعني ملك لمصر لكن يوسف يعيش في البادية في الشام وين وين مصر ويعيش مع البدو في قرية أهله كلهم في البدو يعقوب وأبناءه كلهم في البدو فكيف يأتي بهذا ليوصله إلى الملك لابد فيه تسلسل بعض الأحداث أول أمر يوحي فيه الله أو يبدأ تدبير الله بأن يرى يوسف رؤيا فيقصها على أبيه فيفهم الأب من هذه الرؤيا أن ابنه لن يموت لن يموت قريب فيطمئن إن الأب أن ابنه حي ما راح يموت عشان إيش عشان يرتاح إني أرى إني يعني يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي هذه الرؤيا متى رآها يوسف وهو طفل همس بها بإذن أبيه الأب الآن علم أن هناك أمر يخطط له ولكن أيضا هو يعلم أن ابنه لن يموت حتى تتحقق الرؤية الآن أصبح عنده نوع من الراحة يعقوب أخذ الولد طيب من أجل أن يصل إلى مصر يرمونه في بئر لأن في قافلة ستأتي بعد شوي القافلة هذه يبغون موية وسيذهبون إلى مصر فيوصله معهم لكن يوصله مملوكا لماذا؟ لأن الملك يحتاج إلى جلد ايش رأيكم لو أن يوسف استمر في بين قومه شاب جميل مع البدو الذين لم يصلوا إلى ملك مصر وعاش في مكانه هل سيصل إلى ما وصل إليه في هذا المقام العالي؟ لكن هذا تدبير الله يؤخذ يرمى في البير يؤخذ يباع كما يباع العبيد ثم يكبر ثم يبتلى في دينه ثم يطلب من الله عز وجل أن يسجن ربي السجن أحب إلي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فيسجن طب الآن هو في السجن كيف يصل إلى ملك مصر يرى ملك مصر رؤيا فلا يفسرها إلا يوسف فالرؤيا في المرة الأولى طمنت الأب يعقوب والرؤيا في المرة الثانية أوصلت يوسف إلى ملك مصر من يتصرف بالرؤية الله سبحانه وتعالى هذا هو التدبير يعني انت تلقاك ماشي في حياتك فيدبر لك الله سبحانه وتعالى امور انت ما تشعر فيها يمهد فيها حياتك في رزقك مثلا ربنا سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء تلقاك انت مثلا الان ماشي في درب واشتريت لك بضاعه هذه البضاعه اللي وصلتك من الذي اتى بها من اخر الدنيا؟ وحماها في السفن التي حملتها ثم مرت على من دوله الى دوله ثم مرت على الجمارك ثم مرت حتى وصلت الى التجار وكل هذا ربي قاعد يحفظها لك حتى وصلت اليك لكي تبيعها وتشتريها، انت ما تفكر الا بالفلوس اللي دفعتها ثم بعت فيها، طيب من دبر هذا كله لك؟ الا الله سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير خلونا نعطيكم قصة عجيبة يا أخوة حدثت لشاب أعرفه واتصلت فيه أمس لأتأكد من الموضوع بنفسي وقلت هذا اللي صار معك قال نعم هذا شاب كان يعني دائما يخدم المعاقين يحب يخدمهم كنت أنا أعمل في جمعية خاصة في المعاقين وهذا كان يأتيني دائما ويشفع لي هذا ويخدم هذا وحريص جدا على المعاقين دخل علي في يوم من الأيام وقال لي يا شيخ أنا معي ورم خطير في الرقبة ادع لي فأنا الآن رايح بس أودع أهلي هو من أهل جيزان قال أودع أهلي في جيزان وأرجع ثم أدخل العملية. لكن نسبة الشفاء ضعيفة جداً وقد أصاب بشلل مدى الحياة ادع لي يا شيخ نسأل الله لك التوفيق وإن شاء الله ربي يحفظك ما أبحث الذي شوف ايش اللي صار لهذا الشاب ركب سيارته كان شاريها جديدة وانطلق على زيارة أهله لجيزة ويصير له حادث ويموت في ذلك الحادث ضمن ستة أشخاص هو ما الذي حدث له طلعت حديده فضربته مع رقبته محل الورم ضربته ودخل في غيبوبه استمر في الغيبوبه سنه كامله فقد السمع فقد البصر فقد النطق اصبح مشلول وهو سنه كامله في في غيبوبته بعد سنه رجع له السمع بدا الجسم ينبت من جديد سبحان الله شوي رجعت له الذاكره كان فقد الذاكره رجعت له الذاكره بدأ يبصر لكنه مشلول اصيب بنزيف حاد جدا بدأ الدم يصب منه صبا فكان هذا النزيف سبب لأن يرتفع عنه الشلل وتتحرك اعضاءه سبحانه الله ثم بعد ذلك يقوم ويصبح طيب متعافي عنده نوع من الإعاقه لكنه يمشي ما الذي حدث؟ الذي حدث أن هذه الحديدة طيرت الورم الذي كان موجود في الرقبة وشفاه الله ودبر الله حياته والآن هو طيب ولا في من دبر هذا هل كنت تتصور أنه ما راح يعالج هذا الإنسان إلا حادث عالجه الحادث هذا هو تدبير الله هذا لطف الله إخوان يقص علينا أحد الإخوة قصة عجيبة كان في عمارة فيها منور تعرفون المنور وكان دائما المطر ياتي وفي تصريف جيد في هذا المنور يوم من الايام اغلق هذا المنور تسكر ونزل مطر غزير فبدات المويه ترتفع 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 وتخبرون المناور غالبا يكون فيها قاذورات ومخلفات والى اخره فدخلت القاذورات هذه على مطبخ احد البيوت فلما قاموا الصبح عشان ينظفون وجدوا ان هناك قطعه من البلاستيك ملفوفه ومربوطه ربط فقالوا هذه مي طبيعيه اخذوها وذهبوا بها الى امام المسجد لما نظر اليها قال هذا سحر واضح انه سحر ذهبوا به لمن يفكه قرأوا عليه الرقية وفكوه وانتهى الموضوع من هو المسحور قد يكون المسحور دعا دعوة وقال يا رب اشفني فيدبر الله عز وجل المطر ويغلق المنور ليخرج هذا السحر الذي يمكن له سنين موجود في هذا المنور ما حد عنه حتى يصل إلى هؤلاء فيفتحونه فينقذهم الله عز وجل إذا يا إخواني ربنا جالس يدبر حياتنا ويدبر أمورنا فنثق بالله سبحانه وتعالى يجب أن تكون واثق أن حياتك الذي يدبره هو الله وليس أنت فما المطلوب منك إذن خلاصة ما مضى المطلوب أولا أن تنتبه في تعاملك مع الله فهو لا تخفى عليه الخواف هذا واحد اثنين دائما أرفع يديك إلى الله وقل اللهم دبر لي أموري دبر حياتي اللهم ألقي علي محبة منك اللهم اصنعني على عينك اللهم اجعلني مباركا إلى ما كنت والله إن وفقك الله ودبر حياتك وفوضت امرك اليه واحسنت ظنك فيه لتجد العجب العجاب في حياتك في رزقك في صحتك في كل امور حياتك بس ربي بابه مفتوح ويداه مبسوطتان انت لازم تتحرك وتقترب منه وتلجا اليه دائما وتصلح ما بينك وبينه لانك اذا اصلحت ما بينك وبين الله اصلح الله ما بينك وبين الناس ومن يتق الله ايش؟ يجعل له مخرجا هذه قاعدة تتق الله يجعل لك الله مخرج من أي أمر كان بس اتق الله راقب الله أصلح ما بينك وبين الله واطلب الله حسن التدبير وأبشر بالخير فالله لطيف بعباده أسأل الله تعالى يا إخواني أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا وأن يعيننا على طاعته ومرضاته صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وإلى لقاء قادم في درس قادم إن شاء الله